السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أبناءنا الطلاب نواصل حديثنا عن الليكويد ليكويد اكستراكشن ولا نزال نتكلم عن السولفنت تشويس الخيارات التي ينبغي أو العوامل التي ينبغي النظر إليها لتحديد أي المذيبات أفضل لأداء specific extraction تكلمنا عن عدد من الخصائص الفيزيائية والكيميائية مثل البويلينج point مثل الالinterfacial tension التوكسيسيتي وغيرها من النقاط المهمه جدا التي لا بد ان تؤخذ في الاعتبار عند اختيار المذيب لاداء عمليه محدده للسولفنت اكستراكشن للليكويد ليكويد اكستراكشن هناك بارامتر هام للغايه يلعب دور كبير في عمليه اختيار المذيب وهي السلكتيفيتي السلكتيفيتي بيتا السلكتيفيتي uh, للسولفنت اللي هي يمكن ان نعبر عنها بالبيتا uh, uh, هي ببساطة يمكن ان نحددها على انها uh, افضلية المذيب لاختيار احد مكونات آه الفيد من دون المكونات الاخرى آه آه تعطى بيتا على انها ريشيو نسبه ما بين الماس فراكشن للسوليوت في السولفنت الى الماس فراكشن آه الى الكومبوننت الاخر في نفس الفيز آه هذه النسبه مقسومه على الماس فراكشن للسوليوت في الرافينيت الى المكون الثاني في نفس آه الفيز هذه النسبة آه آه لا بد أن, أن تكون ذو آه قيمة مناسبة آه bigger than one more than one حتى إننا آه آه نقبل هذا المزيب ونستخدمه في عمليه اللكويد-ليكويد extraction. ايضا لدينا الـ distribution constant k الـ distribution of a solute between the phases is governed by the distribution law. فعند مرحله الاتزان نسبه التركيز اللي في للماده المراد استخلاصها في الاكستراكت الى نفس الى تركيزها في الرافينيت تعطى على الثابت K وهو distribution constant هنأتي في محاضرات لاحقة لنرى كيف نستطيع أن نمثل التراكيز المختلفة إن كان لدينا for example uh, A, B and C components لدينا خليط من A و B هذا هو الفيد وأضفنا السولفنت C كيف نستطيع أننا نوزع هذه التراكيز ونمثلها في الرسم البياني المعروف باسم الإكولاترال تريانجلز حتى أننا نقدر نحدد عند أي نقطة كم تركيز كل مكونات هذه النقطة الظروف التشغيل أيضا لها دور كبير جدا في عملية كفاءة الليكويد ليكويد اكستراكشن في كثير من عمليات الليكويد ليكويد اكستراكشن لابد من النظر الى آه البي اتش للمحلول مدى حمضيه المحاليل ونستطيع ان نرى ذلك بوضوح آه في عمليات الاستخلاص ذات الطابع الحيوي ذكرنا في تسجيلات سابقة بأنه في صناعة الأجبان مثلا نعتمد على البكتيريا التي تستخلص في في هذه الصناعة عملية طريقة حياة هذه البكتيريا تعتمد على pH المحلول فلا بد pH should to obtain a good operating condition for the successful implementation of the liquid-liquid extraction. ايضا درجة الحرارة لها دور كبير جدا على كفاءة عملية الاكستراكشن اذ انها تؤثر بصورة مباشرة على الفيسكوسيتي وكما رأينا في خصائص اختيار السولفنت المناسب لعملية الاكستراكشن لابد ان يكون لدينا الصولفنت with a very low viscosity حتى اننا نضمن فصل جيد لهذا المذيب عند المراحل المتقدمة من الـ Liquid Liquid Extraction. هذه الخاصية الفيزيكستي تتأثر بصورة كبيرة جداً بدرجة الحرارة، فبالتالي We need to maintain the temperature of the of the system at a good uh, level. Uh, لدينا أيضا الـ Residence Time وهو زمن المكوث uh, كل ما زدنا زمن المكوث في عملية Liquid-Liquid Extraction كل ما كان هذا أفضل ف, uh, if we have a reactive system uh, this will give more time for the reaction to take place it will enhance and boost the extraction process uh, and uh, بالتالي لا بد من ال, uh, النظر إلى الـ residence time للـ liquid liquid extraction حيث أنها تؤثر بصورة إيجابية على كفاءة العملية بصورة عامة وجد بأنه الضغط ليس له دور كبير في عملية liquid liquid extraction unless we impose a vapor system into the situation وهذه من الحالات النادرة للغاية فبصورة عامة نستطيع أننا نجمل بأنه الضغط لا تأثير واضح له في عمليات الليكويد ليكويد اكستراكشن